السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله العظيم أني واعي أكثر من ساعتين يا غير المسجات اللي ما توجف، وأنا شو لي أرد عليهم كذا، وحد يوزر وحد ما يوزر، وحد منهم بيعاري وحد يلاغي وحد يبي عاير وحد يبي كاش، ما تعرف لهم العرب هاي شو يوزلهم ولا شو يرضيهم. وأنا شو أنا ليش ما أغدي حالي حال غيري، ما أرد على الكومنتات ولا أرد على السين والجيم والسؤال والرمس القاصر، أعزم إلا السيفري والترسل لك وياهم. والله يا أبوك ما أعرف شو أسوي وياهم، تعايت معايات لله عنها. الناس مصبح أبوي أمطار وفرحان ومبسوطة، وهاي أبوي مصبحين يعايرون إلا ليش تصور وليش تصور. كان قلت لها تلحف راسها اللي تعرض الأزياء قبل ما تصور، وهاي تنظهر عباعضها وكراعينها. أنا شي خصني؟ ما بممنوع أبوي، ما بممنوع الحرمة تمشي سفور. أنا ما بيدي حيلة ولا روم حرس الباطن من الغربان، حد يروم يحرس الباطن من الغربان، وحد يروم يغطي السماء بمنخل، الغطى أبوي السماء ما يتغطى بمنخل، ولا تروم تحرس الباطن من الغربان. الباطنة ساحل الباطنة طوله وعرضه يكثر عن 700-800 كيلو، منو يروم يحرس من الغربان؟ ما ينحرس. شو بتسوي أبوي؟ ليه ربا ما بهادن، ربا ما بهادن. وأنا ساير أبوي حق ماني كان هاي أبوي ساير حق تعرض أزياء، اللي عرضنا أزياء هاي أبوي، ولا بمتشلحات فقار هاي كان كراحة ظاهر. هاي أبوي بلادها مسموح لهم هالنمونة، مسموح لهم في بلادهم وغير بلادهم، كراحة ظاهر ولا ظاهر كتف برايها، إلها ربني حاسبها. أنا شي خصني؟ أنا يخصني فيه؟ أنا بربيها برايها، تربيهن أبوي هاليتن. الوايد عيال عنب 99% من العلم من الموجودات متلحفات متكمكمات ومتحجبات وداسات عمارهن، لا ظهرن لا قدام كاميرا ولا غير كاميرا، ما يبن يظهرن، وحتى اللي يظهرن في الكاميرا ظهرن متلحف. ما طريتوهن عيل، طريتهم وحدة كراع واحد ظاهر من كراعينها، بعد ليتك راعي تشاهد محتاس كراع ومحتاس كرفة بعد فقيرة، ووحدة عضعض واحد ظاهر من عضاعضها، هذا العضعض ليسر، وبعد بسم الله تحرى ضاربنها بشرها بوينيب، ضاربنها بوينيب، هذا طرفها ليسر منها شي محتاس كتفة وظهر كتفة. شي خصني أنا بكتفة؟ شي خصني كتفة ظاهرها عيلي عامل من في الأسواق، ويلبس المكرجوب والمكللول كلها يلبسن، ما حد قالهم وين سايرات في الأسواق، هذا معرض نسائي ما في إلا حريم، وظهر طرف كتف وحدة برايها. نغسنا ولا أهل الهوى زادة، وش أنت يا بعوضة منو درابك الحين؟ أنت كان ظهر كتفك ولا ظهر ويهج؟ أنت شو أنا أبو بعد هالنمو؟ والله إنها مصيبة. المراد نحما علينا، أنا أموري طيبة وبخير وسهاء. يا رب هسيعير يا قاتلنا. أي شو هناك؟ وين العين؟ زين يلا شكرا. هي والله نسيت شو اقول. هي والله البرنامج مال بكره، نسينا اخبركم عن برنامج بكره عاد. يا سلام، بكره عاد برنامج حافل، برنامج حافل يغني لي، برنامج حافل يغني لي بكره، برنامج فنان مميز بكره، برنامج زاخر بالمنجزات إن شاء الله. بكرة طالت عماركم سيرتي روس ليبال، روس ليبال اللي هي حاليا اسمها مسندم روس ليبال، وسكنتي بتكون الله يحفظكم في خصب فندق اسمه أتانا مسندم، أتانا مسندم فندق على البحر 5 نجوم، فندق جديد لنك رقم 1، فيه جميع الامتيازات اللي بكرة إن شاء الله بنوافيكم كل ما هو جديد إن شاء الله. بخطف على بخاء وبخطف على خصاب، بكون في ضيافة الأخ العزيز أحمد بن سليمان آل مالك، هو مقدم لي الدعوة من يوم أنا كنت في لندن، وأنا قبلت الدعوة وتم تتأجل هاك الآن إلى هالآن.
ركضة، هم أشغالهم ونحن معارض وسيره ويجي، والحمد لله لقطنا فرصة الوقت هذا. ويوم عد أمس اتفقنا وخبرني وعطاني الحجوزات وخبرني عن كل كبيرة وصغيرة. ينعب عن ميقل بعد جدا فضخة وبخاء واليادي، وما بخلي بقع، ما بخلي بقع، بنخطف أبوي جدا الخيران اللي هناك، ما بنخلي لا خورشم ولا غير خورشم، بنتليهن كلهن. مزهبلنا بن سليمان الله يحفظه قروب بيخطف ابن البقع، وإن شاء الله بكرة بنتحرك من بوظبي إذا الله جعلنا من الحيين الساعة 10:10 بهالوقت إن شاء الله بتكون سيرتنا خفيفة وجيدة وممتازة ومميزة إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين. ونراويكم بقعتن الأول عرب وايدة في ترابط أسري كان وما زال بين أهالي دولة الإمارات وسكان منطقة روس ليبال. نعم، منطقة روس ليبال منطقة تربط بين جماعتنا في دولة الإمارات ومنطقة روس ليبال، نسب وخوال وصدقان ويرة وحسن ييرة، ما بلا ييرة، حسن ييرة ومحبة وألفة من مئات السنين، من مئات السنين، هب من عشرات السنين، مئات السنين، من يوم نحن يهال ما تلقط بيت إلا متشد ماخذين حرمة واحدة من حريمهم من روس ليبال، تلقط الطبخ المختلف، تلقط اللهجة المختلفة، تلقط المذهب اللي غير، يعني كل شيء يستوي خليط. فلذلك نحن جزء لا يتجزأ وأهلية وصداقة منذ الأزل، الخليج كله لحمة واحدة ودارم واحدة، ما في فرق بين إماراتي وسعودي وكويتي وبحريني وعماني، ها كلها بلاد واحدة، ما شيء فرق بينهم، هذا بن عم هذا بن خالة هذا، كلهم جماعة، كلهم جماعة وأهل وصدقان، من استوت الدنيا هب شيء جديد، من استوت الدنيا، الله لا فرق ما بيننا يا رب العالمين. صلاح حلو الفيلم؟ من دمج اشوفك. السلام عليكم. خلص الحين غدا، خلص اطلع من برا، ارباب صلاح يجلسني شرب دواء كوفي، شوف مكان ما يجلس حلو هنا، العاص كل ناس يجي هنا، شوف حريم ها، شوف أرباب صلاح يجلسين يسوي بايم الحريم. السلام عليكم صلاح حبيبي. السلام عليكم شالي. السلام عليكم أبو هيس هارون. السلام عليكم شالي. الشيخ صلاح يجلسين ها، الحين شو شرب دواء شاي ها، مين نجيب سعيد روح جيب شاي، جيب شاي صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرباب صلاح يجلسني قول أسد روح جيب دواء وشاي. شوف السلام عليكم خبك بباب مفيد اثنين حبيبي، أنا سوي شاي مال أنت وقهوة، أنت في زلان تليفون لازم شوية. السلام عليكم أجي شحالك أو خير. السلام عليكم أرباب مالنا الحين شاي وكوفي اثنين. الشيخ سوي سلم على أخو بابا خالد، خسوي سلم أرباب فرحان شاي بالليل سوي تليفون سوي سلم على خالد، سلم على سوي سلم أنت. سلام خالد شلونك ومحمد الله يسلمك. أمي الصلاة والسلمون
خفر شكرا. عفوا عفوا. يلا حبيبي شوي شوي. يلا ايوه شيخ انت صح؟ ها عفوا هذا مول كبير. صلاة اليوم اشتري دوم بنطلون شيرت وبنطلون. خياطة النبراس، النبراس هذا خياطة. ودرت الأوليات كلهم والحين أبوي معرض اللي على هاي خياط جاي إنك مرتب وعدل، ما بياي الكندورة مينحم من تحت شي شرق وشي غرب. يعني ندمت إني طول حياتي أخيط شرق وغرب. غرب الله تعدو هذا النبراس، لكن اللسم عاد شوي غلج، اللسم غلج. وين مالك؟ غير نمون خياط، غير نمون والقصة وتي اليد عدله، ومن تحت شيء من الكنادير ينحات ليناح هذا اللي تحت، هذا منبون يتحرى هو الصح. طلع أبوي ها كلهن غلط، عشرات يمكن أميات الكنادير كلهن غلط. وحين رديت أبوي أخيط من يد ويديد، من يد ويديد على القياس اليديد. لك ما تعرف قديري لين تجرب غيري، وأنا جربت الغير أبوي ويازلي الغير، ما بليديد ما بلولي، لا يازلي اليديد. لا يقولون اليديد حبه شديد. الحمد لله رب العالمين اليوم الجو يعني يسواله الدنيا كلها، اللهم لك الحمد. البارحية حرورة واللي قبلها حرورة، والحمد لله رب العالمين. رب العالمين غير من حال إلى حال. شوفوا البارحة قلت له سوى بالضبط اللي قلت له. أول بادي تشفت، من يتشفت أبوي زرع على ما تشوفون يمو يم. ها اسمه تقليم الجائر، حاليا اسمه تقليم الجائر. هذا الحين وقت الياسمين، ما بالروز، الروز خلاص انتهى وقته. الحين من يبتدي يحمل وقت قلموا الياسمين والرازجي والفل، هذا كله يقلمون يسمون التقليم الجائر. إن شاء الله يكون هناك شيء باجي أخليه نطبق لكم وحدة على وحدة. حين كد نيمت خلاص هذا الواد من غير يشلوهن العيدان ويركزونها يضرب مرة ثانية. يلا كم يبغي لتين؟ أيوة وعيبتنا الحركة ظني. سوي قني عادة شوية قني؟ هي قني الشهر ما قني كله ما شلتوا الصحاب سحاب. الحمد لله. هي والله الحمد لله نعمة. أيوة يم يم متفوتة تحت حقه خلاف الحين ما يخلصون اليم هذا. مشوا أبوي فتشوا تشفيته هاي بطلوا عنها. حينا شكرا تمام بابا ما تمام. رقم تمام رقم تمام رقم واحد شوي يريد هذا ناقص شوية. هذا هي هذا واحد قبيل أول نفر حراب قوس له. هي أول واحد فوق قوس واحد تحت. حين أحسن هذا شكل يعني شوي شوف أي شيء زين أنا حليه. كله زين كله زين كله زين واحد فوق. بارك الله فيك. لا قام واحد كله زين كله سوي واحد سايز لأن عمر مالهن واحد ما في شيء كبير شيء صغير. زين بارك الله فيك. ها هاي الهمبا ها شوف هاي الهمبا يريد شوي هذا نمو منك ودي حبل ودها شيء. هي هذا سوي فوق 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 شوية. ها هي ودي منك شوية. أيوة هذا نمونه. زين يلا بارك الله فيك.
شكرا. ها ما شاء الله في زياده نريد ترتيب لا زياده سن امباله هي 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 هذا يلا سوي ترتيب سوي ترتيب بارك الله فيك. شكرا 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 يا ما بتسوي الحين اغنيه؟ نفرات يقول من زمان ما سوى اغنيه، نفرات كل زعلان انتظار. تو گولی مهر جانا ندی منترا دنگا ایرکانا موزم رنچی دیئے مندیاں هارا او دل دست چنگیاں بعد واحد لارو واحد لارو ما ثانی لیلا دو لارو لیلا دو لیلا دو لارو لارو لازم سوي غني هذا حراس التحينه مشهور لا حين سوي حدا بعد غني سويت غني حق بنات ولا ما سويت لا 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 اي بابا زعلان لا البابا ما في زعلان زعل بابا يحب الطرب عند العرب الحين سوي واحد غني ثاني مره واحده يلا واحد لا روي يلا لاڑو لاڑو هي يلا شي لا لاڑو حتالي لال گونجے نے کان کہتے کندی گو ہارو چوا کان کہتے دکپی کو لا گوندا زوارا ترگوے باغچے بازارا کیچی دو چانگو اجل سامرچی نندو نیادانی مجلسا مچی نندو نیادانی مجلسا مچی شکرا هذا التفصيل الابراس اللي خبرتكم عنه. مبياي مينحه لو اللي ياك مينحه شرق وغرب وشوف القصه جاي سيدي ما فيها تغضيناه هذا وين الصدر جاي طايق سيدي الخياط اللي قبل شيء كسف شرق وغرب في الظهر في الصدر هذا اللهم لك الحمد ابدا رقم واحد والقياس هو رقم واحد اهم شيء يطلع عن الظفور من يطلع عن الظفور عرف عمرك انك انت خوب رقم واحد سابعتي وحيبك سابعة غير نموذج رقم واحد ها لازم تكون الإشارة أنا برميك من الإشارة يوجه الفيديو لازم النبراس بدون هاي النبراس لا تصدق لها النبراس عليكم السلام هذا هدى مسوي اليوم ناتل خلي تحت هدى هذا عبارة عن شو؟ عن نقولوا له حلوة الوردة حلاوة الوردة ولا بسكوت الوردة؟ أنت ما تقولوا بسكوت إحنا مو الحلاوة شيء قديم نفس الغريبة ونفس من الأشياء التراثية يعني إيه. وهذا ترفع هنا ولا يابس؟ لا يابس صبري افتحي واحد عافية سبحان الله ها كله نوع واحد بس أيه كان نوع واحد بس ديزاين اي احد يبي يحط شيء يحط شيء فوق شو اسمه حين هاي المسمى ماله حلوة الوردة احنا نقول عندها شيء معين تتخدم به ايوه حق مناسبة العياد يعني ايه عياد افراح كل شيء زين ايش كلتي هاي القطعة؟ طعمة ما طعمت يا شكرا عفوا سهل له صعب؟ لا سهل والله ما يكلف كثير بس نشا وزبدة و متى بنسوي؟ بكرة الصبح لا بكره وين؟ بكره ابوي ساير روس ليبال. بنسوي يوم الاثنين. ان شاء الله. يوم الاحد. ما نزلتي خلاص. اي والله. شكرا. وهذا ابوي خراف شامبي. هذا خراف شامبي تو خارف انه. على ما تشوفون. عبارة كأني خرف رطب. سبحانك يا رب. اللهم لك الحمد. الحمد لله سنة خير وفضل من الله. جايين يضيف اقولكم. جايين نضيف من دبي وحينه قلت خلنا نصور بخبركم ليش جاي شو عليهم الطرق شو سبب الزياره وهذا كله بخبركم بالحين اول ما ادخل ان شاء الله وين ما ياب هالرجال ها هذا كله حقينا ما تبي تظهر بعد ابوي ما يبي يظهر ولا والله يا ابوكم يا شيفته تطرد الفقر 40 سنه قرب الله تبي تروع ابوي من العين والله اكيد ما تبي تظهر ولا لمحه شويه خفيف او انك ما تدري وخلى لك عيونك
ما طاع والله. أقولكم يا أبوكم ما بالله بوكيه لو باقة شو هي هذا بوكيه وباقة بوكي. إيه والله يا أبوكم بكبره مميز قرب الله تعده وما خلاني أصوره يا ود الحلقة وإنك ما تدري إيش رأيك وحدة ما طاع شو المرامة قبل عيون ما لحد دوارك كم هير بليز دوارك شافته وانت ما شفته دوارك برينج ذا قهوة هير بليز ثانك يو دوارك تعرف دوارك مشهورة فيمس على التعريف كم يعيبني الشاب او الشاب اللي روحها تحتكر لنفسها براند تسوي حق عمرها اسم صيت سمعة لو من شيء بسيط رب العالمين يطرح البركة يوم في جهد ونشاط إذا شخص يدرس ويسوي دراسة للمشروع ماله ويجتهد رب العالمين يوفجه ما تسمى يقول لك لكل مجتهد النصيب لكل مجتهد النصيب إذا روح الإنسان يوقف ويطور في نفسه وفي ذاته بالمذاكرة والمثابرة والعلم والاجتهاد رب العالمين ييسر أموره هذا ما شاء الله عليه شاب مسوي براند يعني أنا ليه ما عرفت ما فتحت المضرب المنتج ماله لكن من كلامه ما شاء الله تبارك الرحمن يعني كلام شخصية دارسه المنتج مالها أنا برمسه على أساس شوف أنت الحين بدك تصور ولا لا لو دقيقتين حاضر ما علي حاضرين زين أقول لك خلاص ما بصورك إلا تمي غامس أقولكم رمسني عن عمرك منو أنت عبد الله السويدي نعم. أنا خريج علاقات عامة وعندي هواية صناعة العطور فمارست هذه خفيفة في البداية لكن عقب تدربت عليها باحتراف في فرنسا أكثر عن مرة نعم والله صحيح وحاولت أني أغير وأحول من أفكاري أحولها إلى عطور شو فكرتي في بالي شو أشياء أنا أشوفها في صورة في فيلم في أي حاجة أحاول أني أنا أشم هذا المنظر نفسي يعني وأحول إلى رائحة الأساس أقولكم يوزلي ويعيبني الشخص اللي روحه مجتهد ليش طلبت قابله طلبت قابله قلت لأبوي تبع شغلك يمشي تعال أقنعني أفهم أشوف عقب أنزل إذا بدون ما تراويني المنتجك واقتنع في شخصيتك مني بالطريق لازم اللي بيسوق حق عمره يسوق روحه فالشخصية روحها تسوق للمنتج مالها فلذلك كم يسعدني أني أشوف مواطن أو مواطنة مجتهد ودارس ومثابر وأنتج شيء هو حاط في باله أنه صح والناس هي اللي تجرب نحن اللي علينا نظهر المنتج أنا نياز لي بقول ياز وما ياز الله ييسر أموره وعلى هواه أنا حاس إنه منتج جميل وجيد وإن شاء الله إنه يكون يرضي جميع الأذواق منتج كبوية إحنا عندنا ثلاث عطور العطر الأول اسمه روز أوف وودز نعم العطر الثاني اسمه ليتشي بيوني هو أول واحد هذا نحن سويناه هو السيجنتشر يعتبر ما شاء الله والعطر الأخير اللي هو أوشن أوف ميموريز اللي هو محيط من الذكريات ثلاث أنواع ثلاث أنواع وهاي المضرب الرائع كان لهم ثلاثة بس هذه له مقاسات أحجام 50 ملي وفي 100 ملي أيوة زين العطر الأول هو ليتشي بيوني هو عطر للجنسين يصلح لكل الأوقات من فاكهة الليتشي وورد البيوني وتركيزهم كلهم 30% زين. العطر الثاني اللي هو ثاني واحد نزلناه روز أوف وودز معناته وردة الغابات هذا عطر يملك يعني القوة ويملك الجمال نحن استوحيناه من شخصية لورد أوف ذا رينجز هذه شخصية غالادريا الموجودة في الفيلم هذه ملكة وفي الغابة وحاولنا أن نحول ريحتها أو شكلها يعني إلى رائحة هذا. والعطر الأخير هو Ocean of Memories هو عطر كلاسيك كذلك للجنسين هذا مستوحى من فيلم تايتانيك وقصة اللي هي الحب اللي كانت موجودة بين الشخصيتين في الفيلم ليش جمعت العطورات كلها أغلبية يونيسكس تحس أنه يمشي أكثر؟ لأننا نحن نتعامل مع ريحة اللي هي كل واحد يقرر هذا العطر يصلح له أو لا أيوة. يعني نحن ما نتكلم
فاحنا عملنا العطور هذه تصلح للجنسين، اللي هو الشخص يقرر اذا هذه الرائحه تصلح له او ما تصلح له يعني. شكرا جزيلا. الله يسلمك. شو المميز فيه؟ هذا براند خاص نحن. انت ولا انت؟ انا. زين. ففكرت فيها وحوط، وحتى من الاسم مسكارت يختصر لكلمة انجليزية ميسيلينيس وارت، يعني الفن المتنوع. زين روح لي منه. انزين هذا العطر الاولي هو ليتشي بيوني. انزين هذا العطر الثاني اللي هو روز فودز. وهذا العطر الثالث اللي هو Ocean of Memories. كل العطور هذه ريحتها الأصلية تظهر ما يدري ترى ما شاء بعد تقريبا 10 دقائق. فهذا عطر كلاسيك، هذا عطر اللي هو هذا يميل للرجالي أكثر، وريح ريحة التيار هذا مال رجال الأعمال اللي ما يتحاكى، اليوم تسلم عليه يرد من ثلاث كلمات كلمة. هما اللي ما يتحاكى مرة ها يمشي مفجع بصدره. أبدأ شفت الحمام الشمسي إيش قال تمشي هالنمون، هذا يليق على الإنسان اللي شخصية قوية شيء يعني فيه نوع من التجبر والتكبر يعني هالنمونة. وهاي الاثنين أبوي يصلحن للرجال والنساء مرة سيدة. وأنت بغمض هاي الاثنين ما يستوي تحطها، اللي بتحط من هذا لا تحط في نفس اليوم من هذا، تحط من هذا اليوم وهذا بالبكرة، ولا هذا مال واحد ابدا. واثق لو خطوتي يمشي ملكا لازم تكون سيارته من الالوان الغامجه بعد. شو اسم زين هذا العطر؟ نسيت اسمه ما عارفه. هذا اوشن اوف ميموريز. هذا اوشن اوف ميموريز هذا. نعم. هذا ولا هاي الاثنين تلك روايحهن وايد جميله وخفيفه. هذا من اكثر العطور مبيعا عندنا الليتشي بيوني. انت بكبرك يا بوك فن اللي ما بياخذ شكلهم فنان هالمضارب. يعلى الله يحافظك. الله يطول يسر امورك ويحفظك ويبارك لك ويرزقك ان شاء الله من حيث لا تحتسب. ما علي صورتك ما ضرعت. اقول لكم انا في موقع احتماليه انك تحصل باركن تكاد ان تكون معدومه زيرو، ورب العالمين حيالي هالباركن. سيد من ييت والقطه قدامي تحرق وبعد يا ليت حد كان يتري قبلي. والله يا ابو ولا ولد امه وابوه، والحمد لله لقيت هالباركن اللي عليه رضوان من الله وما زينه باركن بعد رقم واحد. وانا مشاهد ضمان صار عندي شغل ان شاء الله. الله ييسر الامور في هالبلاد الطيبه وهالجو الفنان. انت ما ودي ادخل يا ابوك من زين الجو وهالبراد وهالشيء شيء الفنان يعني. السلام عليكم ابو محمد، مساك الله بالخير وصباح الخير، كيف حالك؟ عساك طيب، كيف الامور؟ لندن تسال عنك تقول لك وينك؟ هني هذا يوم انت وابراهيم مره تحت الشراي ما يخلونكم الناس 24 ساعه. ها وينك؟ تفضل حبيب، نشوفك ان شاء الله قريب. اجواء جميله ما هي زحمه بركة ساعة، البط وز أجواء جميلة يعني خفيفة خفيفة جدا ماشي زحمة العالم. السلام عليكم بنات. عليكم السلام. What's your name؟ والنعم. وانتي؟ دواركا. انتي حنايا. اما الحنايا وانتي؟ ايرين. ايرين بارك الله فيك يا ايرين. هاي ابوي الدهنه وزهبه على ما تشوفون ذهب ذهب قايلين لكم من قبل. ها تحيدون اللون اللي كان مدلخ امس. ها ها شوفوا هذه حينه، هذه هي دهنتنا، هذه هي الدهنه، هاي الدهنه وريحتها ابوي مصير يومين صدرة في خمرة الرأس لنضويلة في الدنيا كل فيها من عقب ما بردت الحين عاد تنزل وهي باردة. عشان بنات عشان بنات عشان بنات ما شاء الله تبارك الرحمن.
حد يصب وحد يحط ستيكرات وحد يزل وحد دباب وحد غراش الدنيا شيء دباب وشيء غراش شيء دباب وشيء غراش وحد يحط ستيكرات وحد يحط ابويه يغطي وحد يطوي وحد يزل وحد ها والدنيا مطرجة يلتشون هنا ابوي لين عينهم ان شاء الله في خلال يومين ما بيكون شيء منهم موجود وعقب ابوي يتركب ابوي المريال الثاني ان شاء الله بحيل اللي ما تنام عينه وحد يغطي وحد يزل وحد يرتب استيكرات يلا عشان البنات عشان بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله بعد ثانك يو عشان البنات ما شاء الله ها وهذا الابزار على ما تشوفون اول شيء ناخذ الابزار الله يحفظكم وننسفه ونغسله ونحففه ومن يصير ويي بس نحشينا الله يبارك فيكم وحمسناه وعقب الحمس خلطناه وعقب الخلط ابوي وديناه المطحنه وحطه ابوي ويبه بويبته كل كيلو روحه مخلوط ابوي فيه من كل ما تشتهي النفس وبزارنا ترى ما في زود فلفل في فلفل لكن ما بالفلفل اللي هو يشلوط لا الفلفل العادي البزار العادي لان بزار عربي ما ببزار هندي ويصلح لجميع المستلزمات وشغال ما شاء الله اكثر من 35 سنه هو ويدهنه بارك الله فيك عشان البنات بارك الله فيك يلا عاد انت يلا ايه رويد باي اوه ما شاء الله عليك ما شاء الله عشان البنات يا رت الله يدواركا ما شاء الله عليك اظني فيها هباي دواركا تخضها الهبوب ساعات تستنزل لكن ما عليها باس ما شاء الله اليوم مالي بارض أسير النادي من الوقت قلنا بنسوي لكم البسكوت اللي الصبح خدمته هدى قلت لها الحين بنخدمه وبنصوره قالت زين في المطبخ التحضيري قلت لها زين يلا المطبخ التحضيري تفضلي بسكوت الناس تقول لي بسكوت حلوة البوق والناس تقول لي بسكوت الوردة ونحن نسميه البسكوت العادي المتعارف عليه لكن هذا نحن نشوفه في المحلات لكن اليوم بنخدمه هي تعرف تخدمه في البيت والمغربيات ما شاء الله عليهم شاطرات في هالموضوع تفضلي المكونات عبارة عن ربع كيلو طحين نعم 150 جرام زبدة نعم فنيالين شكر مطحون أيوة فنيال شو هذا هو فنيال نشا فنيال ونص زيت نباتي هي خشوقة فانيليا كبيرة هي خشوقة صغيرة ليمون شوية ملح الليمون اللي هو قشر اللومي مبشور على حسب اللي مزيح. ما يبي ما يحط هي. أول شيء نبدأ بالزبدة تكون على حرارة المطبخ نعم واللي منكم يقول خل تلبس قفاز لا يطالع يحطون ابوي اول بادي السكر ويا الزبده وعقب ابوي حطوا الزيت وحطوا النشا وعينوه بعد ما في ولا اي شيء صح بدا؟ ايه ولا شيء الفانيليا اللومي المبشور شويه ملح وحين يسوون هذا الحراك عاد حين يهرشون حراك لين يغلي شرات الكريمة وخلاص تبتدي تزايدة بس خلاص حطت الطحين اللي هو هذا اللي هو ربع الكيلو كم شلت الطحين حينة؟ شلت ربع وفينيال هي شفتوا الطحين هذا كان ربع كيلو فوق الربع كيلو على الوزن هي فينيال الطحين رقم واحد شوف. ولازم العينة تغلي هالنمونه تكون لينة وايد ضروري تكون لينة عشان تمشي لنا في هذا انزين احب تبتدين اوجه في التصوير لازم شوية زيت هالنمونة شوية زيت هالنمونة انزين نشيل كده انت اسبوع شبوتي ديت مخرب علي ما اشوف نشيل
اهم شيء تكون العجين لينه عشان بسرعه تروح. يا ربي هي. يضغطون شوي بس يخلوا لها. وهاي تكون مدهونة بزيت صح؟ ايه على حسب اللي بيها صغيرة اللي بيها كبيرة. بعد اكتمال التزيين على ما تشوفون هذا اللي فوق ينحط خياري الانسان على هواء اللي بيختار بغى يحط حبة فستق بغى يحط بندق بغى يحط هذا شو اسمه هذا الحين حلاوتي غير لمونه المراد فهو حر وتنحط طبوي درجة الحرارة على 150 150 تحت لمدة 10 دقائق وعقب ابوي 5 دقائق فوق يبندون اللي تحت 150 يبندوه وخلوه لمدة 10 دقائق اول 10 دقائق وفوق 5 دقائق هي فوق 5 دقائق في الوقت اللي يحطون فوق 5 دقائق يبندون اللي تحت وخلاف يصففونه من عقب ما يبرد صح؟ ثانك يو شكرا شكرا شكرا. هاي اللي تشوفونها حلوى البوق او حلوى او بسكوت يعني بسكوت, بسكوت يعني عباره نحن نسميه بسكوت هذا. فلذلك تقدر تبدل هذا انت تقدر تبدل اللي فوق هذا المزين تقدر تحط بداله فستق تحط كازو تحط بندق على هواك على حسب الرغبه يكون مش مالح طعمه حلو يعني ويتزين وغدي لذيذ وفنان. وعلى فكرة ترى هش هذا اللي تشوفونه أدنا تدونها كسريها صبري أيوة شرات الغريبة لكن طعمها ألد بعد لازم تكون كذا بيضة ولازم تكون هالنمونة ما بيبها ما علي خابت ما يبها هذا الرمسة. شكرا جزيلا thank you عفوا علي لا غير ما في والله من الله شركة سواق كويتية للعطور في عنا 27 فرع في الكويت في عنا في قطر في السعودية هي كندي هذا براند هي كندي عندها شنط وجوزة عندها شنط وجوات أول شو الأشياء اللي عندكم؟ أنا عندي الجلابيات المغربية الحديثة وعندي مفتاحين سفرة وعباية قبل 10 ايام غطينا معرض في الشنغريلا تحيدون سيدة اعمال اسمها نورة نيه فنانة ما شاء الله عليها حرجة مسوية هاك المعرض اللي ما استوى شراته معرض معرض مرتب ومنسق بوروده استقباله علمه اخبره حتى المدخن اول ما اقبلنا يعني المدخن ويتنا الروائح الطيبة قابض السلك الاولي راعية المعرض روحها فنانة عن 16 بنيه عن 16 ما شاء الله عليه حرجة ومرتبها كالترتيب الفنان وتعرف التنسيق فلذلك قبلت دعوتها بيكون تاريخ 18 و 19 و 20 من هالشهر في نفس الفندق اللي هو فندق شنغريلا اللي بين الجسرين في إمارتنا الحبيبة غالي أبو ظبي إن شاء الله بيستوي معرض من المعارض القيمة الجميلة والمعرض من تنظيم مؤسسة الضبي فاشن أفنيو هذا بيكون متى تاريخ 18-19-20 من هالشهر اللي علينا لا تقولون ما قلنا لكم الكل ممكن الحاضر ممكن تعلم الغايبة وتخبر حتى اللي جليلة تسمع اللي ما تسمع زين تسير أبوي تخبرها وتقولها أبوي إن المعرض بيستوي تاريخ 18-19-20 من هالشهر اللي في فندق شنغريلا فلذلك اللي بتحجز بوتها البوث مالها واللي تبى ترتب واللي تبى تجهز عمرها تتلاحق الحق ما تلحق مجبر رمضان والمعارض كبض هذا فوق هذا هذا فوق هذا عباس على دباس فوقه 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 ركضي الدنيا وانا بركض وراك يلا.
شتنا شف عمرك تعال هذا تعال ما يبى ما يحتاج تعال رجال تعال بارك الله فيك كيف حالك الله يعافيك تعال اصير جداك اصير منات باكلك يعني ها بالله على مس اي والله يا اخي هاي ما طلعت تروح صار الحين بتخف لا لا بتخف 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 الف لا باس عليك نهبين انت ابوي والله مليون مرحبا والله نعم والله مليون مرحبا بليار لا خلينا منك انت ما عرفتك تنوحي مبارك بالحبوة اسرائيلي منصور والله مليار والنعم ابرك لا 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 دامك منصوري المنصوري من يمتن بسرعه ينحن بسرعه يحف يخف بسرعه لان اي منصوري راعي عزيمه ركضنا لا 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 جاي لك ولا جاي لك رضا بتغني رقم واحد بس الله يسر امورك